وقد تدارسنا معا الصفة الأولى من أوصاف المتقين كما بين الله عز وجل في فاتحة البقرة حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول صفة من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، وثانية الصفات كما أخبر الله هاهنا أنهم يقيمون الصلاة. أول صفة من صفاتهم العملية أنهم يقيمون الصلاة، أول صفة من صفاتهم العملية أنهم يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة يداومون عليها ويؤدونها على وجهها المشروع بلا تفريط في أدائها ولا تفريط في شرائطها وأركانها ومصححاتها، فهم يواظبون عليها. هذه ركن الصلاة، ركن الإيمان الأعظم، ركن الإسلام الأطم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إيمان لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن لا صلاة له، فغير المصلي غير مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: بين العمد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن أخرم المفروض من صلواته أوخر منها فهو أضيع للغير. الشيخ أبو نصر رحمه الله: فمن أخر المفروض من صلواته أو أخرم منها، يعني أفسد شيء، أخر يعني فوت، أخرم يعني أفسد شيئا منها فهو أضيع للغير. فالذي استقام صلاته استقامت حياته، ومن اعوج صلاته اعوجت حياته. لا يستقيم حال امرئ تارك للصلاة ما بين تركها وبين الكفر فرق إذا كان بغير عذر. ما لقي الله بذنب أعظم من تركها تعمدا تجهما. أعظم ذنب يلقى الله تعالى به العبد ترك الصلاة. قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها ولا يهتمون بها ولا يحرصون على تأديتها. هذا أمر عظيم. تارك الصلاة كافر، فإن كان جاحدا لها فهو مرتد عن الإسلام، وإن لم يجحدها فهو فاسق فاجر منافق، كافر كفر نعمة لا حظ له من الإيمان. ومن أهل العلم من قال: مشرك على كل حال بلا تفريق بين إنكاره وعدم إنكاره. تصديقه للصلاة بعض العلماء قال لا ينفعه، فهو مشرك. والمرء المداوم عليها المواظب عليها حتى لا يكون أداؤه لها عبثا، عليه أن يعرف مصححاتها وأن يقوم بواجباتها. وأهم أمرين حتى يكون العبد مقيما للصلاة، مقيم يعني يقيمها دون عوج فيها، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فإيش؟ فأقامه، أي جعله قائما لا ميل فيه ولا عوج. فإقام الصلاة هو أن تقوم دون أي ميل أو عوج، يؤديها أداء صحيحا. وهذا يستلزم أمرين اثنين حتى تكون الصلاة مستقيمة صحيحة، لا بد من أمرين اثنين: باطن وظاهر، ظاهر وباطن. الباطن أن يكون المصلي متابع، الظاهر أن يكون المصلي متابع، والباطن أن يكون مخلص خاشع. الظاهر
أن يكون المصلي متابع أي للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، أن يكون المصلي في ظاهره متابع وفي باطنه مخلص خاشع. المتابعة في الظاهر والخشوع في الباطن، أن يصلي بقلب حاضر، أن يصلي بقلب مخلص، وأن يصلي بقلب حاضر. وأن يصلي بفقه. سل أكثر المصلين كم كتابا قرأت في فقه الصلاة، كم كتاب؟ قال ما قرأت ولا كتاب. عجب، كيف تصلي انت؟ حج النية ما ينفع ذلك، حج النية وسلامة تعرف ربها وربها يعرف سلامة، هذا الكلام ما له معنى إطلاقا في الشرع أبدا إطلاقا. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. المعنى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن لم يفقهه في الدين، قولوا فإن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. أترضى مقام الجهل تخبط في السراع بطامسة أعلامها متحيرا، تطلع لنور العلم واطلب مشمرا، فمن لم يكن بالعلم في الناس مبصرا، فما عاش إلا في الضلالة والعمى. من لم يتعلم أعمى، وكيف تؤدي صلاتك بلا علم؟ وتسأل كم كتابا قرأت في فقه الصلاة؟ فأنا ما قرأت كتابا، إنما تصلي بالمحاكاة، بالمحاكاة، يشوف الناس كيف يصلوا فيصلي. هذا فعل من لا يبالي بآخرته. لا بد أن تسأل وأن تتفقه وأن تؤدي الصلاة أداء صحيحا مرضيا عند الله، فتصحح صلاتك، صحح صلاتك وجردها من أخطائها ومن شوائبها ومن معائبها، واعرف محظوراتها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مناهج الصلاة فاجتنبها، وأمر بصفة محددة بينها بأقواله وأفعاله فدونكها وعليك بها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقمح، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التذبح، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الديك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلفظ الثعلب، وقال إذا ركع إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. المناهي التقمح، إنه يرفع راسه فوق، تقمح التذبح، إنه يعلق راسه كذا إذا ركع يعلق راسه كذا، أو إذا قام يخفض رأسه إلى أن يلتصق بطنه بصدره، التذبح التقمح التذبح. ونهى عن نقر الديك، ما يكاد تصل جبهته إلى الأرض حتى يرفعها. ونهى عن تلفت الثعلب، يتشوف تلصصا، ينظر يمين وشمال تلصصا خلصا اختلاسا. ونهى عن إقعاء الكلب، أن يجلس على أطراف قدمه. ونهى عن أن يسجد أحدكم كما يبرك البعير، كما يبرك القطب الأئمة بالشامل، يبرك كما يبرك البعير يعني يضرب بركبته، بعض العلماء كذا، القطب رحمه الله فسره بذلك في شامل الأصل والفرع، أي أن يضرب بركبته إذا برك، أي إذا سجد.
ومنهم من قال أن يخالفه في وضعه، فإن البعير يضع يده قبل ركبته، فعليه أن يخالفه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يضع يده أي البعير قبل ركبته. وفي بعض ألفاظ الحديث وليضع ركبته قبل يده. هكذا أمر صلى الله عليه وسلم، فليتعلم المرء ذلك. وكان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يؤدي الإنسان صلاته أداء صحيحا. فمثلا بعض الإخوان في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي يسأل: إذا وضعت يدي أنا قائم أصلي ألصقها بفخذي، وهل يعني تكون أصابعي ممدودة مشدودة كذا ولا مقبوضة؟ الجواب: أرسل يدك إرسالا، كتركها تركا كالمتبرئ من الحول والقوة بين يدي الله، كأنه لا حول ولا قوة له بين يدي الله إلا بالله. مقام المتبرئ من الحول والقوة إلا بالله بين يدي القوة والحول، ولا يقبض ولا يبسط، يتركها كذا تركا مستسلما لله: لا أملك شيئا. ونظر صلى الله عليه وسلم إلى صحابي يصلي فقال: رجع فصلي فإنك لم تصلي. وجاء وصلى قال: رجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال: رجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر كبر كبر تكبيرا صحيحا، كما يقول الشيخ أبو نصر رحمة الله عليه، فكبر فأحرم بتكبير صحيح مجرد، فأحرم بتكبير صحيح مجرد من اللحن والتصحيف، واجهر وكبري، فتحريمها التكبير مفتاح بابها. إذا لم تصحح لم تلد دارة الأمر. إذا كبر العبد المصلي بصحته تلقاه ترحيب من الواصل البر، مقام شريف ليس يدرك قدره سوى من تخلى من علائقه الخشن. رحم الله الشيخ سعيد بن خلفان الخليل رحمة الله عليه في المجلد الثالث، آخر المجلد الثالث من تمهيد قواعد الإيمان، من صفحة 74 و400 إلى الصفحة الثانية بعد 105، يعني 29 صفحة، يتكلم في فقه تكبيرة الإحرام فقط، في فقه تكبيرة الإحرام فقط 29 صفحة، لأهمية تكبيرة الإحرام. في الجزء 21 من قاموس الشريعة يحكي الشيخ ناصر في صفحة 84، يحكي الشيخ ناصر ابن الشيخ داعد بن خميس العلامة ابن العلامة، يحكي عن أبيه الشيخ داعد أنه رأى في المنام رؤيا، رأى أنه يصارع رجلا فصرعه الرجل وألقاه خارج المسجد، ثم أتاه وقال: أساءك أن غلبتك؟ قال: نعم. قال: وتدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا إبليس. وتدري لما غلبتك؟ قال: لا. قال: لصلاتك خلف محمد بن سعيد الشاعر الفروسي معروف بن فروس، لصلاتك خلف محمد بن سعيد، له ديوان شعر معروف اسمه ديوان الغشر مطبوع بالتراب، لصلاتك خلف محمد بن سعيد، فإن محمد بن سعيد ذا يلحن في تكبيرة الإحرام: يمد همزة اسم الجلالة فيقول الله أكبر، يقول كذا: ولذلك غلبتك. تكبيرة الإحرام. وذكر الشيخ المحقق
رحمه الله تعالى أن تكبيرة الإحرام فيها 40 غلط، 40 خطأ في تكبيرة الإحرام وحدها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلي قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر عندك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يقول: صل باطمئنان بسكينة ولا تتعجل فيها. المقصود أن يصلي الإنسان صلاة صحيحة، وإذا صلى خلف إمامه ساوقه، لا يحايثه ولا يسابقه ولا يتأخر عنه تأخرا كبيرا، بل عليه أن يساوق الإمام، فإذا كبر كبر، وإذا قرأ قرأ، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إلى أن يقول: ولا الضالين، قلت بعده ولا الضالين. وإذا قرأ سورة، وإذا قرأ القرآن: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا ركع ركع، فإذا رفع ارفع، وهكذا إذا سلم سلمت. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا سام شيء من الناس سوى الإمام واقف عبد قبل الإمام، قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، عاده يعدل ثوبه، بغي يغفر، بغي يسلم، يصلح ثيابه، بعد بغي يسلم. عليك أنت مستعجل، ليه ما العجلة؟ وقف وخلك واقف، ولا تحرك شيئا من جسدك ولا من ثيابك، إلى أن يأذن لك الإمام، يأذن لك هذا الإمام إمامك. إذا أذن لك بالركوع اركع، وإن أذن لك بالسجود اسجد. وشيء من الناس قلت: ترى من تقرب للغاية للغاية يوصله، بيتقرب للغاية يوصل الإمام السجود. ما بكيفك أنت تقرب للغاية يوصل، انت خلك واقف الى ان يسجد هو. وكذا هذه التكابير، تكابير الانتقال، تكابير انتقال اسمها، فلا تدخلها في غير موضعها. مثلا تلاحظ ان بعض الائمه، مثلا بعض الائمه يمد التكبيره الله اكبر جبهته في الارض، وهو لا يزال لم يفرغ من التكبير، فأدخل التكبير في السجود، أدخل التكبير في السجود. والسجود ما محل تكبير، السجود محل تسبيح. فلذلك العلماء يقولوا: قبل أن تصل جبهته الأرض بأصبعين، راجع منهج الطالبين للشيخ الشقصي رحمه الله عليه، قال: قبل أن تصلي اقرأ، كيف تصلي؟ قبل أن تصل السجود، الشيخ الشخصي يقول: بأصبعين طع طع التكبير، اقطع التكبير. وأيضا بعض المصلين يعتمد على جبهته، بون كل جسمه على ركب على جبهته. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس هذا جبهته متأثرة من توهان زولية، ما شاء الله ما أحسنها. تستغرب واحد بعد صلاة سنوات فيها جبهته متأثرة، من أي شيء تأثر الزولية زينا كذا؟ يعني لو كنت تصلي على حصير مثلا، أو تصلي على الحصى كما كان السابق، لا بأس معلوم، لكن صلاتك عزولية ما شاء الله، وجبهتك تأثرت. لما؟ لأنك لا تحسن السجود. لا قاسيماهم في وجوههم من أثر السجود. لا بعد يستدل يقول سيماهم في وجوههم، سيما الوجوه إشراق، سيما الوجوه إشراق ونور رضيع، ما رقعة سودة في الجبهة. هذا الرقعة السودة ليست هي السيما، ولك الحد يحرق جبهته وانتهت القضية. لا،
لهذا الجبهة دي توضع على الأرض تذللا لا اعتمادا. مرة، الجبهة توضع على الأرض إيش؟ تذللا لا اعتمادا، تذللا لا اعتمادا، يعني تضعها ذلة لله لا لتعتمد عليها. حتى أن العلماء قالوا تضعها كذا وضع خفيف، حتى أنه لو كانت ورقة سدر يابسة محطة يتحدى به ما تنكسر، لو خلاها ورقة سدر يابسة تحدى به ما تنكسر. فاعتمادك يكون على إيش؟ يكون على هذا. على إيش يكون الاعتماد؟ على اليد ما على الجبهة. هل يمكن إذا أطلت في قيام الليل تسبح 50 تسبيحة هل لك أن تراوح؟ لك أن تراوح، أن تراوح ما بين الجبهة وبين اليد، لكن أن تعتمد على الجبهة من بداية الأمر فلا. هذه مصححات